أهلا بكم في قناة الكوكب الخفي. هل سيشهد العالم حرب عالمية ثالثة أم لا؟ الحرب العالمية الثالثة المحتمل وقوعها في الأيام المقبلة سببها عناد أوكرانيا وأمريكا لروسيا. والسؤال: لماذا روسيا مهتمة بأوكرانيا؟ وما هي أهمية أوكرانيا عند روسيا؟ أوكرانيا من الدول التي قامت بتشكيل الاتحاد السوفيتي مع روسيا في الماضي، بل ويعتبر من أهم دولتين في الاتحاد السوفيتي. ولكن الغريب أن أوكرانيا وروسيا يعتبران شقيقتين من أم واحدة. والأغرب في ذلك أن أوكرانيا تعتبر هي السبب الرئيسي في إقامة دولة روسيا. ولكن هذه الخلافات لم تكن جديدة، وأبرزها الجارية في تلك الأيام عام 2022. وحسب التصريحات الروسية الرسمية على مدار الأيام الماضية، فإن سبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا ترتبط بصفة أساسية بمحاولات حلف شمال الأطلسي، حلف الناتو، وانضمام أوكرانيا للناتو، الأمر الذي تعتبره روسيا خطا أحمر على حد وصف المسؤولين. وأعلن المسؤولون الروس بما فيهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه أنهم لن يسمحوا بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، معتبرين ذلك تهديدا خطيرا لأمن روسيا القومي. وفي سبيل ذلك طلبت روسيا من الدول الغربية مجموعة من الضمانات لأمنها القومي، ومنها أن يتعهد حلف الناتو بعدم ضم أوكرانيا، مؤكدا أن انضمام أوكرانيا للحلف تعني أنه في حالة هجوم ضد روسيا. والحقيقة الخافية، وقدمت ضمانات أو لم تقدم، فهذا يعتبر شكليات لا أكثر. أما عن حلف الناتو فهو 30 دولة، منهم أمريكا وبعض الدول الأوروبية الكبيرة مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم، ليس لديهم حدود مشتركة مع روسيا. وحلف الناتو هدف الحماية العسكرية المشتركة، بمعنى أي دولة في الحلف تتعرض للهجوم عليها تقوم باقي دول الحلف بالدفاع عنها. فهذا هو ما تسعى له أمريكا وباقي دول حلف الناتو، أن يجعلوا روسيا مهددة وإخفاق قوتها، وكما يقال بالمثل الشعبي وضع مسمار جحا في حدود روسيا من خلال انضمام أوكرانيا للحلف. وعلى الرغم من هذا فقاموا باختيار أوكرانيا لكي تنضم لحلف الناتو لأن حدودها تقع مع روسيا، معتقدين طالما أوكرانيا انضمت إلى حلف الناتو يبقى من حق كل دول الحلف وضع قوات عسكرية في حدودها التي هي حدود روسيا أيضا بحجة حفظ السلام. وهذا الأمر الذي تخشى منه روسيا ويعتبر أمن قومي، أنها لا تريد وضع قوات من دول غريبة على حدودها، ويعتبر هذا حق لها. لذلك رفضت روسيا انضمام أوكرانيا للحلف، حيث أنها ترى أن هذه تهديد لأمنها القومي، لأن من الممكن أمريكا والدول الأوروبية العظمى تضع قوات عسكرية في أوكرانيا على حدود روسيا ويأخذون قناع في الظاهر أنه لحفظ السلام، ولكن في الباطن تهديد لأمن روسيا. ويقولون بعض الخبراء: تخيل قوات 30 دولة منتشرة على حدودها، فهل هذا شيء مقلق أم لا؟ روسيا طلبت تراجع أوكرانيا عن رغبتها في انضمام لحلف الناتو والمشكلة تنتهي. لكن أمريكا وباقي دول الحلف كان لهم رأي آخر، عاندوا وتمسكوا بدخول أوكرانيا للحلف حتى يبقى مسمار جحا يخيف به روسيا. والحقيقة فاحت رائحة المؤامرة على روسيا، وهذا الأمر الذي جعل روسيا تغضب ولم تجد حل غير أنها تدافع عن أمنها القومي وتضرب أوكرانيا حتى تضغط عليها وتخرج من حلف الناتو. وهذا الأمر أثار ضجة قوية حول العالم، وكان من الممكن أن تقوم حرب عالمية ثالثة إذا كانت تدخلت قوات حلف الناتو في الحرب. كانت ستتدخل القوات الحليفة لروسيا ومن أهمهم كوريا الشمالية، والتي تعتبر دولة العناد الأول لأمريكا. لكن الأمر الغريب في هذا والذي حول مجال الحرب العالمية الثالثة إلى حرب بين دولتين فقط حتى الآن، هو أن جميع رؤساء دول الحلف لم يردوا على اتصال الرئيس الأوكراني عند الضرب، وعلى أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج بتصريح غريب وقال أننا لن نشارك في هذه الحرب. وبهذا التصريح أثبت للعالم كله أن أمريكا تخشى الوقوع مع روسيا. المشكلة كان لها حل بسيط، بأن حلف الناتو يتنازل عن انضمام أوكرانيا للحلف لطالما روسيا رافضة وترى أن هذا تهديدا لأمنها القومي. وكان عليهم أن ينظروا أن روسيا دولة كبيرة فلا مجال
لتحديها واستفزازها، لكن العناد السياسي والتحريض الأمريكي والأوروبي دفع روسيا لضرب أوكرانيا، وبقت أوكرانيا كبش الفداء والتحريض الأمريكي. وفي ظل هذه الظروف الجارية، روسيا توسع نطاق التهديدات للسويد وفنلندا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زغروفا إن موسكو يستوجب عليها الرد إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. وأضافت ماريا جميع الدول الأعضاء في منطقة الأمن والتعاون في أوروبا بما في ذلك فنلندا والسويد، أعادت التأكيد على المبدأ القائل بأن أمن الدولة لا يمكن أن يبني على حساب أمن الدول الأخرى. واستدركت من الواضح أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة، الأمر الذي سيتطلب من بلدنا اتخاذ خطوات للرد. وفي نهاية هذا الفيديو نأمل من الله أن لا تقوم حرب عالمية ثالثة. عزيز المشاهد، شكرا لك على المشاهدة. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فضلا وليس أمرا قم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو، واكتب لنا رأيك في ضرب روسيا لأوكرانيا، وهل ستقوم حرب عالمية ثالثة أو لا. شكرا لك على المشاهدة.